مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك. وخليني بس اطمن اتفضل حضرتك من حاجه بعد اذنك، يعني عشان بس اتفضل. ايه الناس ما تقلقش وما تخافش. هو ما فيش حاجه اسمها يعني فيروس غامض، يعني هي الكلمه دي اشيعت على العديد من المواقف اللي احنا تعرضنا لها في الفتره اللي فاتت، ان احنا نقول نعم. فيروس غامض. دايما اي مرض له اسم، اي فيروس له اسم، اي وفاه لها سبب، قد يكون يعني حاجه طبيعيه وقد يكون بسبب فيروس معين. في الاخر احنا مفيش مره في حاجه قلنا عليها فيروس غامض الا لما توصلنا للسبب الحقيقي اللي ادى للوفاه دي او للاعراض دي. كويس، فاحنا ما عندناش فيروس غامض. في واقعه حصلت في مدرسه جزيره في الزمالك، والواقعه دي احنا فور تلقينا هذا البلاغ في وزاره الصحه، تم تشكيل لجنه من قطاع الطب الوقائي، فريق الامراض المعديه المسؤولين عن فحص هذا الامر، ونزلوا بالفعل الاطباء بالامس والنهارده ان شاء الله. المفروض ان هم يرفعوا تقرير صباح باكر للسيد الوزير بالتفاصيل واللي هم توصلوا اليها هذه اللجنه المشكله، وبناء عليه نطلع ونقول لحضراتكم ما حدث بالضبط. طب دكتور، يعني في طالب او تلميذ توفى، يعني هل عرف يعني سبب وفاته؟ وفي اقاويل عن انه اخواته او اقاربه مصابين برضه يعني شوف يا بحالة فندم، مرضية. لما بيحدث يعني خليني اقول لحضرتك حاجه، احنا في حالتين هم دول المثبتين عندنا، حاله في مستشفى حمايه العباسيه وده تم توقيع كشف عليه وطلبنا احتجازه في المستشفى لعمل بعض الفحوصات والتحاليل، ولكن والدته رفضت حجزه وكتبت ذلك وانتقلت وقالت ان هي هتعالجه بمعرفتها. في حاله اخرى في مستشفى حميات امبابه وده تم حجزه وتم الكشف عليه ولم يثبت انه التهاب سحائي على الاطلاق، وده طلع يعني شويه املاح او حاجه في الكلى. كويس، دي حاجه دي مالهاش علاقه. فاحنا حتى اليوم احنا ما اصلا مش حاطين ايدينا على تشخيص معين ان ده التهاب سحائي. هما دول الحالتين الواردين عندنا، فوظيفه اللجنه دي انها تفحص كل ما حدث تفصيلا، وان شاء الله يكون في بيان رسمي بكره نرد على حضرتك فيه بالتفصيل. تمام. أخيرا يعني المدام داليا اللي اتكلمت معانا، والدة أحد الطلبة، والدة الطالب أدهم عمرو، بتقول إنه يعني المدرسة ما حصلش فيها تطعيم من سنتين أو حاجة زي كده. لا يا فندم، بص هذا الكلام يعني مش أساس. خليني أقول لحضرتك حاجة، إحنا ما بنتعاملش بمدرسة أو ما بنكتشفش مدرسة فجأة، إحنا عندنا نظام ماشيين عليه، إجراءات وقائية متبعة كل أسبوع، ده اتفاق ما بيننا أو بروتوكول ما بيننا وما بين وزارة التربية والتعليم، إنه أسبوعيا بالأسبوع في لجنة بتنزل من وزارة الصحة بتفحص إذا كان في أي وبائيات، ترصد لأي أمراض معدية، إذا كان في أي مشكلة. التطعيمات بتتاخد في مواعيدها الدورية وعندنا التقارير اللي تفيد ذلك، فالأمور مش متروكة للتكهنات إنه لا ده ممكن يبقى ما فيش مدرسة حصل لها تطعيم. مستحيل، دي يعني في الآخر دي حياة أطفال وحياة تلاميذ وده مواطن، فإحنا مش هنسيبه للصدفة أو للظروف. نعم، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة.